السلام عليكم. رح نتكلم عن nutrition focused physical examination. It's a physical assessment looking for clinical symptoms. رح نعمل assessment على muscle mass, fat stores, hair, skin, eyes, oral cavity, fingers and nails, edema or ascites, hand grip strength. بهذا الفيديو رح نركز على muscle mass والfat stores. طبعا هي جزء مهم بالsubjective global assessment. Muscle mass, fat depletion and edema. وبرضه يدخل المسل ماس اسسمنت بالجليم كريتيريا. طبعا كيف الافيليبيتي للبي اي اي دكسا سي تي الترا ساوند؟ لو كان في ليميتيشن وي كان يوز الفيزيكال اكزامينيشن ومواك اند كاف سيركمفرنس. طيب قبل ما نبدا ايش هي الباريرز اللي ممكن تواجهنا على الفيزيكال اكزامينيشن؟ البيشنت لازم يكون فيزيكالي بريزنت اند كوابريتيف. الكريتيكال إلنس with its lines, tubing and other devices. برضو البوزيشن اوف ذا كريتيكالي ال بيشنت هيأثر. و some critically ill patient can be fluid overloaded from head to toe. الشيء اللي برضو إنه patient may express they are in too much pain for an assessment, and patient may feel uncomfortable. وهذا اللي بارير خصوصا في مجتمعنا. لذلك أنا لازم أختار الساين اللي ما تحرج patient وتخليني أعمل assessment. Obesity may mask the muscle wasting. طبعا الكوفيد patient exposure. اولا هنشوف المسل ويستنج بالتمبرال مسل، الكليفيكال ريجن، شولدر، هاند، سكابولا اند كالف ريجن. ذا تمبرال مسل ويستنج هي اكثر ساين الصراحه لاحظت انها بتدينا كونكلوجن، ودائما ما لها بارير ونقدر نعمل لها اسسمنت لكل البيشنت. بالسيفير يكون في ديبريشن، يكون في سكوبينج، ويكون في تجويف عميق. تمام. اما بالمودريت في ديبريشن، في slightly depressed بس ما فيها تجويف عميق. بالنورمال يكون في well defined muscle. نيجي عند الكليفيكال ريجن، اهم نقطه يكون البيشنت ساند ظهره على ورا ومرتاح، مو شاد نفسه على قدام او يحاول يقوم، لانه طبيعي تكون واضحه لو كان شاد نفسه. تمام. بالسيفير circumstances حيكون البروميننت بون، حيكون في بروترودينج وواضح جدا، حتكون فيزيبل. تمام. بينما بالمودريت الميل يختلف عن الفيميل. الميل طبيعي ما تكون عندهم الكليفيكال بون فيزيبل. تمام. لذلك ونس انها تكون فيزيبل عنده مودريت مالنيوتريشن او مودريت لاس. تمام. بينما بالفيميل الطبيعي تكون فيزيبل، لذلك ونس انها تكون في بروترودينج فهذا معناته مودريت ويستنج بالفيميل. تمام. بالنورمال الميل ما تكون الكليفيكال بون فيزيبل. تمام. وبالفيميل تكون visible but not prominent. The muscle wasting in shoulder region, patient arms should be at side and observe the shape. In severe wasting it looks square, بالضبط بهذا الشكل square shape. The bones prominent and acromion protrusion very prominent. In moderate wasting acromion region slightly protruded بس ما في square shape. تمام. بالnormal circumstances rounded with curves. The hand region جدا أحب هذه الأريا. بالsevere muscle wasting there is severe depression between the thumb and forefinger. بالضبط بهذا المكان في زي التجويف. In moderate wasting slightly depressed بس ما في تجويف. لل well nourished patient وهذه أبغاكم توقفوا الفيديو وتجربوها. خلوا الأصبعين يلمسوا بعض. The forefinger with thumb. تمام. بحيث تضغطوهم على بعض وحسوا بيدكم الثانية، حطوا صباعكم على المنطقة هذه. تمام. راح تلمسوا العضلة لما تشدوها. تمام. وما راح يكون في depression ولا حيكون في تجويف، بالعكس بتحسوا بالعضلة. عشان نعمل assessment للscapular region نطلب من البيشنت يمد يده على الجدار بحيث انه يدفع باتجاه الجدار. تمام. بهذا الشكل. بالsevere wasting هنلقى prominent visible bones وفي depression between the ribs والعظام بارزة على برا. تمام. بالmoderate wasting اوكي في depression بس ما تكون العظام بارزة، في mild depression بس. بالnormal situations البونز not prominent وما في اي significant depression. نيجي عند الكاف ريجن، نخلي البيشنت بنفس هذا البوزيشن and we must grasp the calf muscle to determine the amount of tissue. بالضبط نمسك الكاف بين اصابعنا ونحس بكمية التيشيو. بالسيفير ويستنج راح نحس ان الصباعين لصقين في بعض وبينهم بس سكن بدون اي تيشيو، هذا معناته thin minimal to no muscle definition. بالمودريت ويستنج بنحس بكميه تيشيو لكن منها well defined.
أما بالويل نورشت بيشنت حنحس إنه لا ما شاء الله ويل ديفايند بلب اوف مسل. نعمل اسسمنت فور ذا فات لوس، نشيك على الاوربيتال ريجن، ابر ارم ريجن، ريبس اند ميدكسيلري لاين. First region the orbital and cheek region. رح نخلي البيشنت standing in front of us. لو نقدر حنعمل touch للأريا above the cheekbone. لو كان في severe depression، لو كان في hollow look، loose skin، يعني مرة dark circles، معناته severe fat loss. تمام؟ لو نلمسها هذه حتبان لنا أكثر. لو كان بس في hollow look، تمام؟ منظرها انه بس في تجويف لكن بدون severe depression، بدون loose skin، تمام، معناته بس moderate fat loss. والنورمال واضح جدا. The fat loss in upper arm region، حنمسك الجلد بين صباع عيننا، تمام، and roll the skin between your fingers. لو حسينا واحنا نعمل rolling للسكن بين الاصابع very little space، لدرجة انه الاصابع تلمس في بعض، هذا معناته ايه؟ ما في subcutaneous fat، معناته it's a baggy skin and severe fat loss. بحالة moderate fat loss رح نحس انه في مساحة بين الاصابع لما نعمل rolling، لكن مو كمية subcutaneous fat كويسة لسه، فهذا معناته moderate. بالنورمال رح نحس بكمية fat tissue واضحة جدا. يجي اخيرا عند الفات لوس ان ذا ريبس اند ميد اكزيلري لاين، هي من اسهل الساين لكن مشكلتها بارير انه البيشنت they will not feel comfortable، لذلك غالبا صعب نعمل لها assessment. لكن خلونا نعرفها بالسيفير، واضحة حيكون في severe depression between the ribs and iliac crest very prominent. بالmoderate حيكون okay في depression between the ribs بس iliac crest ما رح تكون فيه انها prominent. وبالnormal no depression at all.